الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسألكم مذكورا في الحديث الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في من يحدث بشيء ولا يستطيع. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال: حدثنا عبد المعاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال: أدركت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله عن ذلك فقال: إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. وفي الباب عن أبي هريرة وحبة لعلي بن عباس حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا: إذا أدركت امرأة أن تمشي فلتركب ولم تلق شاتا. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حكيم عن ثابت عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين النيل فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يمشي. قال: إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال: فأمره أن يركب. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا فلك رمحه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي، خفف هذا، قال: باب فيما أو في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. ثم طبعا يحلف بالمشي ولا يستطيع، الحلف بالمشي المقصود يعني الذي يذهب يؤدي نسكا فيحلف أنه يأتي هذا النسك، يحج مثلا ماشيا. والحج ماشيا إما أن يقصد به أن يحج ماشيا من بيته إلى بيت الله، وإما أن يقصد أن يحج ماشيا أي أن يبدأ الحج أعمال الحج ماشيا، بحيث بعد ما يبدأ مثلا بالطواف ثم بعد ذلك يستمر ماشيا لا يركب بين المناسك، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا. الأصل حمل المشي في الحج على هذا، لكن من الناس من يعني ينذر أن يمشي إلى الحج، فهذا نوع آخر، وقد يكون هذا هو المقصود، ولا سيما إذا كان يعني المسافات بعيدة وغير ذلك، فإنه في مثل هذه الأمور قد يصعب على الإنسان الاستمرار، وإذا كان كبيرا في السن يكون الأمر أصعب وأصعب. ذكر هنا حديث أنس قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. هذا الحديث صحيح لغيره، لأن في إسناده أولا جميع رجال إسناده ليس فيهم ثقة من دون الصحابي، كلهم إما صدوق، يعني مثلا عبد القدوس هذا صدوق، وعاصم بن عمر هذا صدوق في حفظه شيء، وعمران القطان هذا صدوق يهم ورمي ببدعة الخوارج، رمي ببدعة الخوارج، وابن معين قال لم يكن داعيا أو لم يكن داعية إلى بدعة الخوارج. الشاهد من الكلام أن هذا عن حميد، وحميد سبحان الله فيه يعني في هذا الأمر غرابة. حميد عيب عليه الدخول في شيء من أمر السلاطين، الراوي عنه رمي ببدعة الخوارج، كيف يكون هذا تلميذا لذاك ويروي عنه؟ لأن الخوارج أصلا مشكلتهم معقودة غالبا مع السلاطين، وهذا يعني عيب عليه الدخول في أمر السلاطين وهذا تلميذ ذاك، واضح؟
على كل حال الحديث صحيح لغيره، والحديث جاء يعني له أكثر من طريق، وكذلك فيه أكثر من رواية، وسنعود إليه إن شاء الله تعالى. وفي الحديث عن أبي هريرة وعقبة وابن عباس حديث أبي هريرة قريب من حديث أنس مر بشيخ كبير. نعم، حديث الذي يعني يأتي الكلام عليه يشبه حديث أبي هريرة في مسلم. نعم، حديث عقبة بن عامر قال نعم. تمشي ولا تركب؟ طبعا هي نذرة أن تمشي وأن تمشي وأن لا إيش روايات. طيب نعم، في غير البخاري يعني فيها فيه تفصيل أن لا تختمر وأنها تمشي وأنها يعني نعم حاسم. حديث ابن عباس برضه عن أخت عقبة بن عامر، نعم، لكن فيه فلتحج راكبة أن تركب وتهدي هديا، فلتركب ولتهدي هديا. نعم. طيب الحديث الثاني عن أنس أيضا قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى. يهادى يعني أنه يعني يتحرك يمينا وشمالا من ضعفه، يهادى بين رجلين. فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي. قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. هذا نوع من التعذيب. هل العبادة المقصود منها هو المشقة على النفس والتعذيب؟ لا، الله سبحانه وتعالى ليس يعني ليس مما يرضيه أن يبحث الإنسان عن الأشق. إذا كانت العبادة لها وجهان، وجه شاق ووجه غير شاق، ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل أحدهما، فعلى الإنسان أن يختار الذي هو أقل مشقة وليس الأشق. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما. فاختيار الأشق ليس هو المطلوب، ولا هو من الشرع، ولا هذا المراد، ولا من مقاصد الشريعة. لكن إذا كان الأشق هو أكثر استحبابا وهو المطلوب أكثر فهو أكثر أجرا، لأن حينئذ يقال الأجر على قدر المشقة، لأن المشقة هنا الزائدة مطلوبة. لكن إذا كانت مشقة زائدة غير مطلوبة فليس فيها أجر. الأجر في نفس العمل، يعني الحج المطلوب منه أداء نفس الحج، ليس المطلوب المشي. يعني المشي أو الركوب ليس هو المتعبد به. لو كان متعبدا به لكان النبي عليه الصلاة والسلام حج ماشيا، النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، يعني حج بين المناسك راكبا، يطوف راكبا ويمشي إلى عرفات راكبا وهكذا. قال فأمره أن يركب. أمره أن يركب يعني أنه يعني لا يلتزم هذا النذر. وأيضا ذكر طريقة أخرى من حديث أنس يعني فيها متابعة، قال هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة. الآن نرجع إلى الحكم، هل هناك فرق بين النذر الذي يكون في أثناء مناسك الحج والنذر في غير مناسك الحج؟ هناك من فرق، هناك من فرق، لأن الأصل أن النذر إذا لم يفي به الإنسان فإن عليه كفارة يمين. فمن الناس من قال تهدي شاة. طيب هي ما تركت نسكا وإنما تركت نذرا، والنذر إذا ترك كفارته كفارة يمين، فكأنهم جعلوا هذا المتروك نسكا لأنه في الحج، واضح. وجاء عن بعضهم أنها تهدي بدنة، وجاء عن بعضهم أنها تكفر كفارة يمين. والحديث هذا جاء بتلك الصور كلها، فجاء في صورة ولتصم ثلاثة أيام، وجاء في صورة ولتكفر عن يمينها، وجاء في صورة ولتهدي شاة، وجاء في صورة ولتهدي بدنة. شيخنا رحمه الله تعالى ذكر هذه الصور في إرواء الغليل في 92500 أو 2000، وهناك ذكر أن المحفوظ هو أن تهدي بدنة، أن تهدي بدنة. وعند تتبع الحديث ومن تكلم عليه فإن ممن تكلم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فذكر في تاريخه الكبير هذا الحديث
وما فيه من روايات. وقال في أثناء كلامه: وقال بعضهم ولتهدي، يعني الهدي الذي، وقال بعضهم ولتهدي، قال: ولا يصح فيه الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وذكر الكلام، فهو لا يصحح ما جاء فيه ذكر الهدي، لا يصحح ما جاء فيه ذكر الهدي. فعلى القول بصحة الهدي كما رجح شيخنا رحمه الله تعالى، فيصبح الكلام في هذا ليس كفارة نذر فقط، وإنما كأنه جبران نسك، وكأن المرأة التي نذرت أو الرجل أن يمشي كأنه جعل ذلك نسكا، ولكن فيه نوع من التغليظ عندما يكون الهدي بدنه، لأن هذا الذي يعني ذكر أنه محفوظ، وجاء هذا الحديث في بعض طرقه مطر الوراق وهو ضعيف، ولكن يعني قواه الشيخ رحمة الله عليه بطرق أخرى هي يعني أصح منه، وبالتالي فقال بهذا. لكن هذا الحديث فيه اختلاف كثير في مسألة ما زاد عن قضية ولتركب، اختلاف فيما زاد على ذلك، ولعل هذا مما جعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول بعدم صحة هذه الزيادة. واستدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وليس فيه طبعا، لم يذكر فيه الهدي، وإنما الذي فيه إيش، فقد كفارة يمين. وعليه والله أعلم الذي يعني الذي يترجح فيما نظن، وما نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أن الكفارة هنا كفارة يمين، يعني نذرت لم تستطع أن تفي بنذرها. من نذر كفارة النذر كفارة يمين، خلاص هذا هو، فكفارته كفارة يمين كما جاء في الحديث السابق. وهذا يعني الممكن، لأن غالب الذين يعني يحجون الغالب أنهم لا يستطيعون أن يقدموا الهدي، ومثل هذا قد يعني يكون قد حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكثر، كما جاء في هذه وجاء في ذاك الكبير في السن. والذي جاء في الصحيح ليس فيه ذكر الهدي أبدا، يعني هذا الحديث جاء في الصحيح وليس فيه ذكر الهدي. وأيضا يعني جاءت أيضا أحاديث أخرى في ذكر النذر وليس فيه ذكر يعني مثل هذا، وبالتالي فيبقى الخلاف في أنه هل فيه كفارة ولا ما فيه كفارة. والحديث الذي أطلق هناك أنه كفارة وكفارة يمين فإنه يعني يشمل هذه الصورة، والله أعلم. لكن يرجع مع ذلك إليه، يرجع إلى تاريخ الإمام البخاري في المجلد الخامس. أنا وضعت عندي هنا رقم المجلد الخامس الصفحة 400، وفي يرجع كذلك كلام شيخنا رحمه الله تعالى 92 و500 و2000 في إرواء الغليل. وبهذا أظن أن يعني نكتفي بهذا الكلام عن هذا الموضوع، أظن أنه واضح إن شاء الله تعالى. المعصية هي تعذيب النفس المشاهد البخاري. نعم، يمكن أن يكون هو فقط يعني قاس قياسا بالنسبة للحديث، بالإضافة إلى إعلال لفظة ولتهدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهيه النذر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فان النذر لا يغني من القدر شيئا، وانما يستخرج به من البعيد. وفي رواية عن ابن عمر حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر. وقال عبد الله بن مبارك: معنى الكراهيه في النذر الطاعه والمعصيه، وان نذر الرجل الطاعه ووفى به فله فيه اجر ويكره له النذر. نعم، هنا قال: باب في كراهيه النذور. الكراهيه في النذور في انشائها ام في الوفاء بها؟ في إنشائها. طيب، كيف يمكن أن يكون الإنسان مطالبا بأداء الشيء وجوبا وإنشاؤه غير جائز؟ الجواب: الله أرحم بعباده،
وهذه جاءت من جهة الرحمة. ثانيا الإنسان المطلوب في عبادته أن تكون العبادة على وجه البر لا على وجه ما يعني يفرض به الإنسان على نفسه ما لا يحب أن يؤديه. فالنذر بعد ما يعني يجب على الإنسان تجده يبحث عن مخرج، يعني يسأل مشايخ ويسأل أهل العلم يعني ماذا أفعل، وربما يعني يستدير ويدور ويلف في الموضوع ويراوغ من أجل الخروج من مأزقه. السبب في ذلك أنه ألزم نفسه بما لا يلزمه من الناحية الشرعية، ففراره من هذا أمر غير مطلوب، فجعل فراره من هذا وهو غالب ما يقع من الناس حاكما على فعله الأول الذي هو طلب الفرض على نفسه والإيجاب. النذر هو أنه يطلب من الشريعة أوجبي عليه هذا الشيء، يا شريعة الله اجعلي هذا الشيء الذي هو ليس بمحرم ليس بواجب وليس بمستحب فرضا علي. الآن هو فعل هذا الشيء وألزم نفسه به صار واجبا عليه، هل الشريعة تريد منه ذلك؟ لا. واضح؟ فشريعة الله فيها اليسر وهذا فيه شدة على الإنسان وهذا غير مطلوب من الناحية الشرعية، فمنع من فعله ابتداء. فإن فعل فكفارته أن يفي سنأتي إلى الكلام في الوفاء الآن. إذن هو مكروه، لكن هذه الكراهة ليست كراهة التحريم، وإن كان يحتمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وهذا النهي، وقال إنه لا يأتي بخير، وفيه رواية فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، هذا الحديث في الصحيحين وهو في صحيح مسلم تقريبا بهذا اللفظ وصحيح البخاري قريب. طيب لا تنذر نهى عن النذر فيه ما فيه هذا المعنى، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، لأن الذي ينذر يقول مثلا إن جاءني الله بالذكر بابن فإن له علي كذا، يظن أنه أن الله سبحانه وتعالى عندما يراه قد نذر فيعطيه ولدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بالقدر وأعلم بما قدر للإنسان وأعلم بخلق الله وأمره وإرادته، يعلمنا صحح عقيدتك، ما هي عقيدتك؟ إذا نذرت يأتي الله بالولد، صحح عقيدتك، لا تنذر فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. انتهت القضية، انتهت. طيب لماذا تنذر؟ لماذا تنذر؟ ضاقت به الدنيا لأن ولده مريض فينذر إن شفى الله له ولده فعل كذا وكذا، لماذا؟ ما علاقة نذرك بشفائه؟ لا علاقة من الناحية القدرية، لن يقدم النذر شيئا، بل جاء في الرواية الثانية قال فإن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي يعني لا يغير شيئا ولا يبدل، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما وهنا الأخيرة هذه هي سبب من أسباب أيضا النهي. إذا من أسباب النهي الإشكال الوارد على اعتقاد هذا الإنسان، ومن أسباب النهي أيضا وإنما يستخرج به من البخيل، واحد بخيل، وغالب الناس عندهم شح في أنفسهم فيقول مثلا يعني يشترط على الله إن فعلت كذا أنا أقدم هذا الشيء، واضح؟ فإن حصل أخرج من هذا الإنسان نفقة وهو بخيل، بأي شيء؟ بالنذر، يستخرج بالنذر الصدقة والعطاء وكذا من أي إنسان، ومن الذين يخرج منهم البخيل. فإنما يستخرج به من البخيل، يعني البخيل لا يخرج المال إلا بمثل هذه الصورة، لا يخرج المال تبررا، لا يخرج المال صدقة ونافلة، وإنما عندما يجب على نفسه يضطر إلى أن يخرجه، وعندما يخرجه يخرجه على كره، يعني لا يخرجه محبا له ومشتاقا إليه وطيبة بها نفسه، وإنما يبحث عما يعني يريحه من هذا النذر فلا يستطيع فيخرجه، إذن فقد أخرجه كارها. كل هذه الصور لماذا لا تمنع كراهة النذر؟ كل هذا يدل على أن النذر ليس مطلوبا، يعني هذه الصور واضح أن النذر ليس أمرا مستحبا من ناحية الشرعية.
طيب، قالوا في الباب عن ابن عمر، هذا في الصحيحين أيضا، في الصحيحين طبعا هو نفس الحديث. نعم، لفظ البخاري نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النبش وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. هذا أحد لفظي البخاري، وهذا اللفظ الذي في حديث ابن عمر، وأيضا في البخاري نفس هذا الحديث عن أبي هريرة الثاني، لكن ليس فيه كلمة لا تنذر أظن، إن النذر لا يقدم شيئا بدون كلمة لا تنذر شيخ. نعم. نعم، وفي صحيح مسلم مثل هذا الحديث. طيب، على كل حال إذا الحديث صحيح، قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره النذر. وقال عبد الله بن مبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، يعني يشمل الصورتين، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر، أي في الوفاء وليس في إنشاء النذر، ويكره له النذر. إذن عندنا النذر مكروه، الوفاء به واجب. نعم. طيب، قبل هذا نحن ذكرنا حديثا إن كنتم تذكرون عن النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، ومن كان للشيء وما كان للشيطان فيش فعليه ففيه كفارة يمين. نعم، ومن كان الشيطان فلا وفاء عليه وعليه كفارة يمين. شيك، على كل حال هذا الحديث صحيح، وبالتالي يشعرك بأن النذر مكروه، واضح. كيف أكفر النذر؟ الوفاء به. يعني الأمور صارت أكثر اتساقا، كيف يجب علي مع أنه مكروه؟ نقول ما وجب عليك هو كفارة لما وقعت به من مكروه، وهذا صححه شيخنا رحمة الله عليه. طيب، الوفاء بالنذر، هذا شيخنا مو مذكور أنا نقلت لكم عن الصحيح، أنا مش مذكور، مش في صحيح، مش في سنن الترمذي الحديث. نعم، في النسائي. ها، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وفاء النذر. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال أوفي بنذرك. وفي باب عبد الله بن عمرو وابن عباس حديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا إذا أسلم الرجل عليه من المطاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما. واحتج بحديث عمر أنه من رأى يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وأصحابه. نعم، قال باب في وفاء النذر. النذر واجب الوفاء، وذكر هنا حديث عمر، والحقيقة هذا الحديث كما ترون بين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كم واحد؟ إسحاق الكوسج ويحيى القطان وعبيد الله بن عمر نافع ابن عمر عمر، ستة، ومع ذلك هذا يعتبر عاليا، هذا الإسناد يعتبر عاليا. والسر في ذلك أنه من عوالي العوالي في المعنى، من العوالي في المعنى. فعن عمر ليس هناك عوالي، يعني العوالي كثيرة، الغالب مرويات عن عمر تجد فيها الأسانيد الطويلة والنازلة. تذكرون أصح يعني أول حديث ذكره الإمام البخاري في صحيحه نازل ولا ما هو بنازل؟ أول حديث في صحيح البخاري عالي ولا نازل؟ نازل. البخاري فيه الثلاثيات، حديث عمر أول حديث فيه نازل، لأنه إلى يحيى بن سعيد الأنصاري بعد ذلك كم واحد؟ يحيى بن سعيد الأنصاري وهو تابعي يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو تابعي، يروي عن علقمة وهو تابعي، ثم يروي عن عمر. فهؤلاء ثلاثة في طبقة واحدة. ها؟
وقبلها اثنين، عبد الله بن الزبير، عبد الله الزبيري، وسفيان بن عيينة. يعني مقصود الكلام إن صار عندنا كم واحد، فالغالب فمثل هذا يعتبر إيش من العوالي، واضح؟ ثانيا علو الرتبة، لأن الحديث من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وهو أصح ما يقع، ومن أصح ما يقع لابن عمر، وعن عمر، واضح؟ والصلة بين عبد الله بن عمر وكذا، فهذا من العوالي. طيب، فيه أن عمر كان نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، نذر في قبل الإسلام أن يعتكف ليلة، أين؟ في المسجد الحرام. الآن إذا نذر الناذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا خلاف بين أهل العلم بلزوم الاعتكاف في المسجد الحرام، إلا اللهم ما جاء عن بعضهم أنه يعتكف في أي مسجد، أن الاعتكاف لا يتعين. اعتكف، قال إذا اعتكف، إذا نوى الاعتكاف في غير المسجد الحرام، يعني مثل المسجد الأقصى ولا غيره، أنه لا يلزمه الاعتكاف في أي مسجد محدد معين، لا يتعين. أما الاعتكاف في المسجد الحرام هذا يتعين. الآن منهم من قال لا يتعين، ولكن وهذا القول قول الحنفية المشهور عن الحنفية، وهو قول في المذهب الشافعي لا يتعين. القول الثاني أنه إن نوى الاعتكاف أو أنه إذا عزم الاعتكاف في المسجد الأقصى فإنه يتعين عليه إما المسجد الأقصى وإما ما فوقه، المسجد النبوي أو المسجد الحرام، واضح؟ المسجد النبوي أو المسجد الحرام. والثالث وهو قول زفر أنه يتعين عليه المسجد الذي عينه، وحتى لو كان المسجد الآخر أفضل، لأنه يرى ذلك قد ألزم نفسه بالمكان فلا يتغير وإن كان أفضل منه. هذا قول زفر من 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 أصحاب أبي حنيفة. هذه ثلاثة أقوال. طيب، إذن لكن ما هو الصحيح في هذا؟ ما جاء في الصحيحين أو ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس عن ميمونة أن امرأة جاءتها وكانت نذرت أن تصلي في مسجد الأقصى، فقالت لها اجلسي وكلي وصلي في هذا المسجد، عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه، وكما جاء في الحديث. فاستدل بهذا الحديث على أن الاعتكاف في المسجد النبوي يجزئ عن الاعتكاف في المسجد الأقصى، والاعتكاف في المسجد الحرام يجزئ عن الاعتكاف في أي منهما. هذا واضح؟ طبعا مع الإشارة إلى أن هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ ذكر أنه لا يصح ذكر ابن عباس في هذا الحديث، وأن الحديث ليس فيه ذكر ابن عباس، حديث ميمون ليس فيه ذكر ابن عباس، لكن الحديث صحيح. وكذلك انتقد على الإمام مسلم هذا الإمام الدارقطني في علله. الشاهد من كلام أن هذا الحديث طبعا صحيح لا شك فيه، فيستدل به على صحة القول الذي فيه التفريق بين ما كان أفضل وبين ما كان فاضلا. فالفاضل لا يصلي إلا فيه، إلا إذا كان فيما هو إيش أفضل. وأما المفضول اللي هي بقية المساجد فإنه حينئذ يصلي في أي من المساجد الفاضلة مثل المسجد الأقصى، المسجد النبوي، مسجد الحرام. وأما إذا كان يعني إذا نذر موضعا معين ولزمه من غير سبب ما في مانع، يعني مثل إيش قول الرجل الذي قال يا رسول الله نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال هل كان فيها صنم يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال أوفي من أذرك فإنه لا وفاء في معصية ولا في ما لا يملك ابن آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا في الباب عن عبد الله بن عمرو بن عباس، حديث عبد الله بن عمرو صح ومسند كردم بن سفيان، يعني ليس من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، كرزم. نعم. أما حديث ابن عباس موقوف، وحديث ابن عباس يعني من كلامه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ما قال. قالوا حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. طبعا حديث عمر ليش قال حديث عمر؟
لأن الحديث من رواية قال قلت، يعني ما قال ابن عمر قال عمر، لو قال ابن عمر قال عمر لقال حديث ابن عمر حديث حسن، لكن هنا الحديث من مسند من؟ ها؟ من مسند عمر نفسه، لأنه هو اللي قال قلت، يعني إذن هو راوي الحديث. مين راوي الحديث هنا؟ عمر. قال قلت. طيب قال وحديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. هنا موضع الشاهد أنه إذا الوفاء بالنذر، أين الاستدلال بهذا الموضع؟ قالوا إذا كان أوجب عليه الوفاء بنذر كان قد أنشأه في الجاهلية، إذن فالوفاء به في الإسلام من باب أولى. وأيضا فيه فائدة، وهي أنه ما فعله الإنسان في الجاهلية من أعمال الطاعة أنه يسجل له إذا كان خالصا لوجه الله. وجاء في حديث حكيم بن حزام لما قال يا رسول الله أعمال كنت أتحنف بها في الجاهلية من صلة من صلة، فقال أسلمت على ما أسلفت من خير. إذن ما كان يعمله الإنسان في الجاهلية ينقسم إلى مباح وإلى محرم وإلى عبادة. فالمحرمات يجبها الإسلام، والمباحات يسقط عنه الملامة فيها، لأن الأصل أنه يلام، يعني المشرك يلام على المباحات لأنها لأهل الإيمان خالصة يوم القيامة. وأما قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وأما العبادة فإنها إن أسلم فإنها له، يعني تضاف إلى حسناته، ما كان يعمله من أعمال الصالحة تضاف إلى حسناته. فإن كان نذرا وهذا النذر إلزام، ناقش أهل العلم في هذا الأمر، طيب كيف مع أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ فبعضهم قال يعني إنما يعني يطلب من الإنسان على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. بعضهم قال إنه يطلب على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، لأن الإنسان ممكن أن يفرض على نفسه شيئا كثيرا ويفرض على نفسه ويكون عنده نذور كثيرة قبل الإسلام ولا ويستهين بالأمر، فكيف يمكن أن يعني أن يفرض عليه؟ وهذا القول الحقيقة وجيه، القول بعدم فرضية الوفاء بالنذر الذي كان في الجاهلية قول وجيه، وإن كان طبعا الحديث قد لا يساعد على هذا، لكنه قول يعني له يعني اعتباره، باعتبار أنه الإنسان بعد الإسلام يعني الإسلام يعني يهدم ما كان قبله، لا يهدم الأعمال الصالحة، والنذر الوفاء به عمل صالح لكنه لم يقم به، وإذا لم يأتي به وإذا خالفه فإنه معصية يهدمها الإسلام، لكن القول كما ذكرنا وجه. طيب قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. وهذه مسألة منفصلة ولكنها تتفرع على هذه المسألة. طيب إذا أوجب على نفسه اعتكافا إذن وجب عليه أن يصوم، لأنه لا اعتكاف إلا بماذا؟ بصوم. وهذا فيه خلاف، هل الاعتكاف من شروطه الصوم؟ فيه خلاف، فمن قال إن من شروط الاعتكاف الصوم صار من قال علي يوم اعتكاف لأن عليه ذلك اليوم أن يصوم. أجابوا عن هذا وقالوا لا يجب، وحديث وهذا الحديث وذاك الحديث الذي ذكر أنه عليه صوم، وهنا حديث عمر رضي الله عنه فيه قال أن أعتكف ليلة، الليل لا صوم فيه، واضح؟ ورد هذا الحديث بصور، أن أعتكف ليلة، أن أعتكف يوما، أن أعتكف ليلة أو يوما، أشدها ضعفا أن أعتكف ليلة أو يوما، وأشهرها وأكثرها ليلة، وهي الأظهر. وعليه فهو يرد القول بإيش؟ بالصوم، بوجوب الصوم. الصحيح أنه إن من نذر أن يعتكف فإنه ليس عليه إلا الاعتكاف، فإن نذر اعتكافا بصوم لزمه الاعتكاف مع الصوم، وإلا كان الصوم بالنسبة إليه ليس واجبا، فإن صام فله وإلا فليس عليه صوم. لا يقول من يعني لا يعتكف تلك الليلة حتى يصوم قبلها يوما، واضح؟ لكن هذا القول كما ذكرنا والله أعلم أنه غير لازم، ولو كان لازما لأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وجاء في حديث تعتكف فلتصم، ولكن الصيام هذا لم يصح، ذكر الصيام لم يصح. قال واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره
النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحاق، يعني ليس عليه ليس عليه صوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبه عن سائر بن عبد الله عن ابي قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. هذا حديث حسنه صحيح. نعم، هذا من أنواع اليمين، وهذا فيه جانبان مهمان. الجانب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا في ذهنه الطلب التثبيت على الدين، الثبات على الدين. لما يقول الإنسان لا مقلب القلوب، ماذا استحضر؟ استحضر أن القلب يتقلب، فطلب الثبات مطلوب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب لنفسه الثبات على الدين ويدعو به؟ الجواب أنه سئلت عائشة رضي الله عنها ذلك، فقالت كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا يدل على أنه كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام طلب الثبات، وهذا يخالف ما عليه كثير من الناس من الشعور بالاستقامة والثبات، حتى يقول بعضهم: أنا من فضل الله يعني واثق من نفسي، ولكن انظروا إلى فلان. أو مثلا هذا نوع من العجب، وربما يقول يعني يقول له إنسان: إذا كنت واثقا من أنك لا تفتتن وكذا افعل كذا. فإذا ظن أنه لا يفتتن فهذه مشكلة. مجرد الظن أنه لا يفتتن وأنه لا يتعرض للفتنة وأنه إذا وضع نفسه في موضع فتنة أنه على الثبات، هذا مشكلة. لابد من أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على الثبات. ما منا من أحد إلا وهو متعرض للفتنة، وإذا تعرض إنسان للفتنة فالثبات هو فقط بيد الله. ما قبل ذلك أنت يعني عليك يعني تقدم بين هذا الأمر، أقصد يعني قبل ذلك أنك يعني تفعل ما يعني ما يرجي عندك الثبات. فالأعمال الصالحة من أسباب الثبات، الورع من أسباب الثبات، البعد عن خطوات الشيطان من أسباب الثبات. طيب كيف يكون ورعا وكيف يكون بعيدا عن خطوات الشيطان وهو يزرع نفسه في فتنة ويقول أنا أعرف نفسي وأنني ثابت؟ هذا يعني ليس هو الطريق الذي يكون معه الثبات. ولذلك نقول هذا الشخص يناقض نفسه. الذي يقول أنا في هذه الفتنة وأنا سأثبت وأنا أثق بنفسي، نقول له: أنت الآن لم تعمل بأسباب الثبات، أنت خالفت أسباب الثبات ويخشى عليك. يقول لك: أنا يخشى علي، أنا الحمد لله الأمر الحمد لله دائما، الحمد لله على السراء والضراء، والحمد لله على الدين، والحمد لله على المصاب، الحمد لله على النعم ظاهرها وباطنها، الحمد هذا في كل شيء. لكن السؤال: هل أنت ستثبت على هذا الحمد بعد أن تنصرف القلوب؟ مثل القلب كمثل ريشة تقلبها الريح ظهرا لبطن. هذا القلب، لا تظن نفسك أفضل. إبراهيم عليه السلام لما تعرض للبلاء العظيم، وضع ابنه وزوجته في ذلك الوادي الذي ليس بذي زرع عند بيته المحرم، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما إيش واجنبني وبني نعبد الأصنام. مش الأول الآية إيه بدايتها. وإذ قال كثيرا من الناس، قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا من بداية دعاء إبراهيم. فإبراهيم دعا هذا الدعاء عند هذا البلاء الشديد وسأل الله الثبات. والثبات ليس على مجرد الطاعة، الثبات على التوحيد. سأل الله الثبات والبعد عن الشرك. واضح؟ أنت من أنت؟ أنبياء الله يطلبون من الله الثبات ويسألون الله أن يعذرهم. نوح عليه السلام قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني. الشاهد من كلام آدم وهو أول الأنبياء يعني سأل الله المغفرة والثبات. كل الأنبياء. طيب أنت من أنت؟
هذا الجانب الأول في الحديث. الجانب الثاني من الحديث أنه من اليمين أن يقول الإنسان لا ومقلب القلوب، أي أنه يحلف بالإخبار عن اسم الفاعل من أسماء، عن اسم الفاعل لفعل من أفعال الله. اسم الفاعل لفعل من أفعال الله هذا إخبار، ليس من أسماء الله الحسنى مقلب القلوب، هذا اسمه إيش؟ الإخبار. وإنما يطلق على الله سبحانه وتعالى الاسم والأسماء الحسنى والصفة والفعل والخبر، أوسعها الخبر. فإذا أخبر الإنسان عن الله باسم فاعل لفعل ثبت عنه، مثل ما كان بعضهم يقول يا هادي الحيارة أو يا دليل الحيارة، لأنه يدل من حار قلبه إلى الصواب. فلو قال ودليل الحيارة والذي رزقنا هذا الماء، واضح؟ يعني بأي بالإخبار عن الله يجوز. هنا السؤال، يجوز اليمين بالإخبار عن الله؟ يجوز. يجوز الدعاء بالإخبار عن الله؟ الدعاء يجوز. يجوز، يجوز أن تقول يا دليل الحيارة دل قلبي إلى الهدى، ما فيه مانع. وجاء في القرآن الكريم ذو العرش ذو الجلال والإكرام، فتقول يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش، تدعوه بمثل هذا. إذن الشاهد، وكل هذا من هذه الأسماء، اسم ثبت هذا اسم بالخبر، هذه أسماء جاءت بالخبر، وهذه ليست من الأسماء الحسنى، وإن كان طبعا اختلف في ذي الجلال والإكرام أنه هل هو من الأسماء الحسنى ولا لا، في خلاف بين أهل السنة. لكن الشاهد من كلام أن ما كان من هذا القبيل ما يسمى الأسماء التي تأتي على وجه الإضافة، فاعل كذا ذو كذا إلى آخره، هذه اسمها الأسماء المضافة، وهذه الغالب أنها ليست من الأسماء الحسنى، ولكنه مع ذلك يعبد الله بها، يتعبد بها ويدعى بها ويستغاث بها، ويعني يتعوذ بها، يحلف بها، واضح الإخبار. بس هذا ليس من الأسماء، فلا يختلط على الناس. يعني الآن مثلا بعض الناس يقول لك القديم ليس من أسماء الله، جيد ليس من الأسماء الحسنى، لكن يجوز الإخبار به ولا يجوز؟ يجوز الإخبار به، فلا يختلط. فإذا وجد عند بعض أهل السنة ذكر شيء من هذا القبيل، ظن أن أهل السنة اختلفوا في إثبات الأسماء، لا، ليس هذا هو المقصود. وإنما نحن نفرق بين الإخبار، باب الإخبار هو باب واسع، وبين باب الأسماء الحسنى وهو باب أضيق الأبواب، أضيق الأبواب. فلا يستفاد الأسماء الحسنى إلا بالنص على الاسم من أسماء الحسنى. الصفة يمكن تستفاد من الاسم ومن ذكر الصفة، والفعل يستفاد من الاسم ومن ذكر الصفة ومن ذكر الفعل باسمه. أما الإخبار عن الله عز وجل فهو ثابت من كل ما ثبت له سبحانه وتعالى من أسمائه وأفعاله وصفاته، فإنه باب واسع. طيب، إذن كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا مقلب القلوب. لا مقلب القلوب يعني هذا خبر، يقول لا لم يحصل هذا ومقلب القلوب، أو لا أفعل ومقلب القلوب. ويمكن أن تقول ومقلب القلوب مثلا إني أخاف على نفسي، ها؟ لأن هذا اليمين مناسب لهذا الكلام. هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في ثواب من أعتق رقبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن ماجه عن عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وفي باب عن عائشة وعن ابن عباس وابن عباس ووافية بن أسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة. حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ومن هذا اسمه يزيد بن عبد الله بن مسافة بن هلال، وهو نبي ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. نعم. قال: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة. إن من محاسن الإسلام أنه جاء والناس
يستعبد بعضهم بعضا، يسترق بعضهم بعضا، إما في الحروب وإما بالقهر في مواضع الضعف، فيصبح الإنسان رقيقا ثم تصبح الذرية في رق. فجاء الإسلام والأمر كذلك، فقسم الناس قسمين، قسما ليسوا من أهل الإسلام، فهؤلاء تركهم من غير أن يعتقهم وجعلهم في بلاد المسلمين وبين أيدي المسلمين، جعل وجودهم بين أيدي المسلمين سببا في إسلامهم، لأنهم إذا رأوا معاملة المسلمين، ولا سيما إذا كان المسلمون استقاموا على أمر الله في التعامل مع العبد، مر معنا النصوص التي تبين كيف التعامل مع العبد. العبد إذا قدم لك الطعام فإن عليك أن تجلسه معك وأن تأكل وأن يأكل معك، فإن لم تفعل فلا أقل من أن تطعمه لقمة بيدك، فإنه قد ولي حره ودخنه، أن تطعمه مما طعمت وأن تكسوه مما اكتسيت، وأنك إلى آخره نصوص تكلم عن، فهذا العبد تحسن إليه. فإذا بقي بين يدي المسلمين فإنه ربما إما أن يتمنى أن يبقى عبدا وإما أن يسلم، وهذا إحسان إليه. القسم الثاني، إذا كان العبد الذي بين يديك مؤمن مسلم فإنه حض على إعتاقه، وجعل في كثير من الأيمان والنذور والأعمال والأخطاء التي فيها جنايات عتق رقبة، فأول شيء يقول لك عتق رقبة، واضح؟ فهذا الإسلام حض عليه، وهذا جاء في وقت كان الناس يعدون العبودية شرفا، أن يكون للإنسان عبيد وغير ذلك، فجاء الإسلام وبين أن من الطاعات اعتاق العبد حتى على وجه التبرر، يعني لا كفارة ولا شيء، بدون شيء، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مال البدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. فجعل فك الرقبة من الأعمال، يعني بدون ما يكون أي سبب، أنت جالس بدأ مثل ما يقوم الإنسان في الليل، يعني يروق له أن يقوم ركعتين، هذا جالس في بيته ونظر إلى العبد قال أنت عتيق، فهذا عمل إيش؟ هذا عمل يجاوز الله به هذا العبد النار، ويعتق به من كل عضو عضوا، أو بكل عضو منه عضوا من النار. بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا إذن هذا الحديث فيه أنه من فضائل اعتاق الرقبة أنه يعتق الله بكل عضو من ذلك العبد عضوا منه حتى فرجه بفرجه. وهنا تنبيه سريع
أنه في إحدى الندوات ذكر بعضهم أن الله سبحانه أن الإسلام كان في طريقه إلى تحريم الزواج الثاني والثالث والرابع ولكن لم يحصل، كما كان في طريقه إلى تحريم الرق. الحقيقة هذا 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 الحاد، لأن معنى هذا أن الإسلام غير كامل، كان في طريقه، مات النبي عليه السلام ما كملش الرسالة، هذا معنى الكلام. لا، الرق قد يحصل في كل زمان، فإن حصل الرق في أي زمان الأزمان فهناك آداب تتعلق وضوابط تتعلق. الزواج الإنسان قد يحتاج إليه في أي زمان من الأزمان، فإن حصل هذا فإن الإسلام جعل لهذا ضوابط تناسبه وأحكاما تناسبه. نعم، طبعا كما ترون قال ابن الهاد، يعني اللي هو عبد الله يزيد بن عبد الله بن الهاد، يعني فيه بيان بيان أسماء الرواة والحكم على الرواة أنه ثقة، وكذلك أنه في طبقته أنه تابعي، وفي كذلك نسبته ومن روى عنه. نعم، أنه مدني. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وما جاء في الغد يرسم قائما. حدثنا أبو كريم قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يسار عن هلال بن يسار عن سويد بن مقرن بن المزني قال: لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدا، فلقونا أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وفي باب علم عمر هذا حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن، فذكر بعضهم في الحديث قال: نقمها على وجهها. نعم، نلحظ هنا أنه ذكر ثواب العتق، وهنا ذكر من يلطم خادمه، يعني ما علاقة هذا بالإيمان والنذور؟ لأن من الكفارات عتق الرقبة، فتكلم عن العتق، توسع بالعتق قليلا. من هذا أن يعلم المسلم أن من الضوابط، طبعا لما نذكر الضابط هذا يغنيك عن بقية الضوابط، أنه لا يجوز أن تلطمه على خده. كفارة لطمه على خده عتقه، يعتقه. إذن ليس من حق الإنسان أن يأخذ العبد ويضرب ويفعل. إذن العبودية التي يتخيلها الذين لا يعرفون عن الإسلام شيئا ويقولون الإسلام دين عبودية وغير ذلك، لا يدركون كيف كان الناس وكيف جاء الإسلام وتعامل مع العبد وكيف وضع. هناك من الناس من كان يريد أن يحرره سيده وهو يرجو سيده لا يحرره. أين أذهب؟ أين أضيع؟ واضح؟ وهو لا يجد المشكلة في العبودية، لأنه لا يجد أن السيد يتعامل معه معاملة الإذلال، بل يجد عند سيده الطعام والشراب والمأوى وكل شيء، وهو مطلوب منه أن يخدم فقط مثل أي عامل من العمال. واضح؟ فيقول لك ليش أترك؟ وبالتالي أحيانا العبودية تكون حلا لكثير من الناس. الإسلام دائما ترك مجالا لمثل هذه الأمور، مثل الطلاق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، أحيانا يكون حلا لمشكلة. لماذا يأتي بعض الناس من قاصري النظر فينظرون، يعني من قصيري النظر فينظرون إلى جانب ويتركون بقية الجوانب؟ الإسلام أبقى كل شيء وجعل له حلولا، أما أنه كل شيء يمنعه كذا، هذا هو التعصب وهذا هو التشدد. نعم، هنا قال أنه كانوا سبعة إخوة، يعني سبعة يحتاجون لما يخدمهم، ومع ذلك واحد من هؤلاء لطم الخادم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. أمر ما هو بسهل. قالوا في الباب عن ابن عمر، شاهد لمعنى الباب، وهذه كفارة. لاحظ، هذا من هذه الجهة كفارة. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، وذكر بعضهم هذا الحديث قال: لطمها على وجهها. وطبعا أصلا اللطم على الوجه محرم. نعم، قال رحمه الله تعالى: لما جاء في كراهيه الحديث بغير مله الاسلام، حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن شاب الدستوائي عن يحيى بن كثير عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بمله غير الاسلام كاذبا فهو كما قال. هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف اهل العلم في هذا: اذا حلف الرجل بمله سوى الاسلام فقال هو يهودي او نصراني فعل كذا وكذا فعل ذلك الشيء، فقال بعضهم: قد اتى عظيما ولا كفرت عليه، هو قول في المدينه. وبه يقول مالك بن انس: والى هذا القول يذهب ابو عبيد.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. نعم، هذا التبويب في بعض النسخ غير موجود، ولكنه يعني شبه متحتم، لأن ما يأتي بعده يعني هو فيه له علاقة قضية كفارات لكن ليس له علاقة بالتبويب السابق، وبالتالي فوجود الباب هنا يعني شبه متحتم. باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام. إيش يعني الحلف بغير ملة الإسلام؟ حلف له صور، من هذه الصور يقول يكون كذا إن فعلت كذا، هذه صورة، مثل يقول تكون امرأته طالق إن فعل كذا، هذا صورة من صور الحلف. فإذا قال هو يعني يكون يهوديا أو يكون نصرانيا إن حصل كذا وكذا فإن هذا يمين، لكنه محرم، كالذي يقول تكون امرأته طالق إن فعل كذا، أيضا هذا من الأيمان التي لا تجوز، واضح؟ لكن هذا اليمين فيه تغليظ شديد، لأنه قال من حلف على غير أو بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، يعني يقول والله أنا بريء من هذا، يقول ونحلف، قل يكون غير مسلم يكون على غير يهوديا إن كان هذا صحيحا، وهو يعلم أنه صحيح، واضح؟ فكأنه اختار تلك الديانة، فغلظ في حق هذا الشيء حتى لا يفعل. فإذا من فعل هذا فهذا نوع من الكفر، وإن كان العلماء تكلموا في الكلام في هذا الموضوع أنه قد لا يخرج من الملة طالما أنه لم يعتقد عقيدة ذلك الدين، لكنه على خطر جسيم عظيم، وبعض العلماء رأى أنه لا يفصل في هذا الأمر حتى لا يتجاسر الإنسان في ذلك. لكن هل عليه كفارة؟ قال هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا، إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا، ففعل ذلك الشيء، إذن تأتي الأخبار ويأتي كذلك في إيش؟ في الأيمان الإنشاء. قال فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه. انظر إلى هذا الكلام، ما واحد يستهين، يعني كأنه يقول من أتى عظيما فلا كفارة عليه، يعني الكفارة لا تفيده، ومثل هذا لا كفارة فيه. لذلك نجد أن الزنا، أن شرب الخمر، أن أكل الربا، أن هذه الأمور ليس فيها كفارة، لأن تكفر ماذا؟ واضح؟ إلا اللهم أن يقام عليه الحد، وهذا الحد ليس سهلا، يعني رجم الزاني ما هو سهل، فمثل هذا ماشي كفارة، لكن لا تقول كفارة في أن تصوم 3 أيام ولا لا، الأمر مغلظ. فهنا يقول لك هذا أتى عظيما ولا كفارة عليه، هذا هو المقصود من لا كفارة عليه، يعني طيب أتى عظيما ليش من كفر طالما أتى عظيما؟ لا، هو إذا أتى عظيما لا كفارة عليه، الكفارة ماذا تفعل؟ تسقط ما كان عليه من إثم، يقول لك هذا عظيم كيف تسقط الإثم الذي عليه؟ القول الثاني، قال هذا القول الأول هو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا ذهب أبو عبيد عن القاسم بن سلام، وتكلمنا عليه في المرة السابقة، وقاسم بن سلام هو من المحدثين ومن أهل اللغة ومن الفقهاء أيضا، ولذلك كان قال به قال القاسم. وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك كفارة، وهو قول سفيان أي الثوري وأحمد وإسحاق، ويقصد بذلك أن عليه التوبة مما فعل، وعليه مع ذلك الكفارة لأنه حلف يمينا من أيمان المسلمين وإن كان محرما، أيمان المسلمين انقسم إلى مشروعة وإلى محرمة، منها هذا اليمين ومجموعة من الأيمان التي لا تجوز فيها كفارة، وفيه خلاف، يعني هذا الأمر فيه خلاف أنه هل فيه الكفارة ولا لا. وذكر ابن المنذر رحمة الله عليه أن جماهير أهل العلم أنه لا كفارة وأنه أتى أمرا عظيما وفيه التغليظ، ونقل عمن نقل عنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هنا لسفيان وأحمد وأسحاق أن فيه كفارة. هذا القول أحوط، والقول الأول في الظاهر والله أعلم قد يكون هو الأجود. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.